نعم تنبيه. لاغكات على صيرفي بعدلا ولو للتجارة. فإذا هذا سبق أن بينا مثلا يعني شريط يجب ربع عشر ربع عشر قيمة العرل في مال تجارة. أنا قلت هناك التجارة قلت معتبرة في العرل، أما في النقد هذا لغويا هو تجارة، لكن في باب زكاة التجارة التجارة يعني تجارة في العرل فقط. هناك ذكر قيد العرل، فإذا اعترض بقوله على العرل عن التجارة في النقدين، وهذا الذي يذكر هنا. تنبيه لا زكاة على صيرفي. من الصيرفي؟ صيرفي من هو يبدل النقود، من يبدل النقود ذكرها، من يتخذ التصرف في النقد متجرا، وهو التصرف في النقد. فإذا وهو يعطي يعني دينارا ويأخذ درهما، فهكذا في قديم الزمان، أو يعطي الرديء ويأخذ الصحيح، أو يعطي الصحيح ويأخذ المكسرة، نعم الجيد، هكذا أنواع كثيرة، جيد رديء صحيح مكسر خالص مغشوش. فإذا هو يعطي واحد يأخذ آخر، هكذا زيادة ونقصان، نعم يكون عنده يعني ربح النيل. أما في زمننا وهذا أين يوجد؟ يوجد يعني في التحويلات، نعم مكاتب التحويل، نعم التحويل النقدي، نعم. فهذا هو عمل الصيرفي يجري هناك. فإذا واحد يعني يحول الروبيل بالدينار يعني بدولار، أو يحول الدولار بريال أو بدينار، وهكذا وهذا يجري هناك يعني أماكن. ولا يجب الزكاة عليهم، لا زكاة على صيرفي بادلا ولو للتجارة في أثناء الحول. يعني لماذا هو يبادل؟ لو كان للتجارة يعني هو يريد الربح، لماذا اتخذ هذا عملا؟ لأن فيه ربح باهظ، لأجل ذلك لا يجب عليه الزكاة في أثناء الحول. بادل لأجل التجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره. هذا في الحقيقة تصوير معنى الصيرفي. الصيرفي ماذا يفعل؟ هو يبادل في أثناء الحول بما في يده من النقد، يبادل غيره يعني يؤتي هذا يأخذ. فإذا هو يؤتي النقد مثلا هذا من جنسه أو غيره، فإذا يعطي المثقال ويأخذ الدرهم، أو يعطي الدرهم ويأخذ الدينار، أو من جنسه، فإذا يعطي الدينار الصحيح ويأخذ الدينار المكسرة، أو الدينار الجيدة ويأخذ الدينار الرديء. عندما يأخذ الدينار هو يزيد شيئا لأجل الربح حينما يكون تجارة، وهكذا. لا. لا لو بدل هل يجب الزكاة؟ يعني ما هذا لا هذا ذكر يعني بادل في أثناء الحول. لماذا ذكر هذا؟ لأن تتصور لأن يتصور معنى الصيرفي، نعم معنى الصيرفي. وإلا هو عنده يكون هذا مال تجارة يعني كنز، سبق بينا يعني. وهذا رجل يعني ملك نصابا من الذهب والفضة، ثم أمسك عنده سنة، فإذا هذا مال قنية وكنز يجب فيه الزكاة. إذن آخر؟ عندما
فإذا في هذا يجب الزكاة. نعم. عنده كنز موجود من النقد. كنز أو نقول يعني مالك. نعم. قنية أو كنز يجب فيه. نعم. فإذا لماذا لا يجب الزكاة فيه؟ بينوا يعني لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما. والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول بخلاف العروض. فإذا هذا التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرها. نادرة معناه ضعيفة معناه ليس ربحه ربحا يعني ضعيفا أو يعني هذا عدم وجوب الزكاة في مال الصيرفي في نقد الصيرفي. ما لماذا؟ لأجل أن التجارة ضعيفة بالنسبة إلى غيره نادرة بالنسبة إلى غيره. نعم هذا يعني تجربتنا أيضا. ليس معنى قولهم ضعيفة أن الربح ضعيف، ليس معناه هذا، بل يعني الربح يكون كبيرا. وكذلك فائدة عليمة. مع ذلك بالنسبة إلى يعني عرض التجارة فهذا ضعيف يعني نادر. العرف معنى العرف يعني الندرة، الناس لا يتجرون كثيرا. نعم. كذلك حاجة الناس إلى تبادل النقد، هكذا تبديل النقد، تحويل النقد، حاجة الناس إلى هذا التحويل والتبديل ضعيفة قليلة بالنسبة إلى تبديل سائر عروض التجارة. هكذا هذا نسبيا ضعيف، لأجل ذلك رخص الشرع فيه. نعم.